العماد. بغيت اليوم نذكره شنو هو التعرق علميا، شنو هو التعرق؟ فالتعرق، تعرق في الجسم ديالنا كيمشي لجوج ديال الانواع. فكاين التعرق اللي كيكون على مستوى الجسم فقط، وكاين التعرق اللي كيكون على المستوى ديال تحت الابطين والمناطق اللي كتكون خاصه. يعني هنا كاين جوج ديال الانواع ديال التعرق فيهم. التعرق هو الافرازات ديال الغدد العرقيه. هاد الغدد شنو هو الدور ديالها؟ هو انها كتفرز لينا الماء. الماء الدور ديالو ماشي غير غادي يعني غير نتخلصوا غير من الشوائب بوحدها، ولكن باش الجلد ديالنا ما كيتحرقش. اذا هو مضاد للاحتراق ديال الجلد ديالنا. كنعرفوا ان في الحركيه ديالنا كترتفع درجه الحراره، وملي كترتفع درجه الحراره ضروري خصها تبرد، لان الا كانت ديك درجه الحراره مرتفعه يمكن تاثر لينا على الجلد ديالنا او على البشره ديالنا. فهنا كيتفرز العرق. العرق علاش؟ باش كيبرد. اذا يوازن درجه الحراره ديال الجسم ديالنا، فهذا هو الدور ديالو الاساسي. العرق قلنا في الجسم، علاش في الجسم؟ كيكون عندنا غير الماء والاملاح. اذا كتكون 98% ديال الماء، وما تبقى 2% كتكون ديال اليوري او نوع من الملح اللي كيتخلط به، اللي كيخرج من الجسم. كيخرج من الجسم يعني عبر دوك الغدد العرقيه. دابا حنا شفنا شنو هي الوظيفه ولا شنو هو الدور ديال العرق. هو كيحمي البشره. اكيد اكيد. يعني العرق الا كان الانسان ما كيتعرقش البشره ديالو غتمرض. بالفعل. فالا هضرنا على العرق ديال الجسم فهو درجه الحراره، ولكن زياده ان التعرق اللي كيكون تحت الابطين وفي المناطق الخاصه، داكشي علاش كتكون رائحه وغنشوفوا علاش، كيعطينا الترطيب، لان كنعرفوا هاد المناطق هي اللي كنتحركوا بهم. حنا غادي نوصلوا ونهضروا على هاد المناطق. مناش كيتكون العرق؟ العرق كيتكون 98% قلتي ديال الماء. نعم. و2% املاح ديال الملح اللي كيخرج من الداس ديالنا اللي هو اليوغي. أيه. اللي هو نوع من كتكون فيه الامونياك اللي كنعرفوها. نعم. منها كيخرجوا الشوائب، ولكن كيتحولوا الاملاح اللي كتعطينا هاد الملوحه. هذا في مستوى الجسم. اما في المناطق ديال تحت الابط والمناطق الخاصه، فكيكون الماء زائد الملح زائد الدهون. لان يعني باش كتعطينا واحد الكريمه طبيعيه، باش عند الحركيه ديالنا تحت الابط ما كيكونش ناشف، باش كيمكننا نتحركوا بسهوله، وكذلك البلايص اللي كتكون خاصه لانها هي اللي كتحرك وكنتمشاو بها. حنا كنعرفوا انه هذه المناطق هي كنسميوها المناطق الحساسه، او المناطق اللي الجلده فيها عموما كتكون ايضا رهيفه. اكيد. واش هذا الشيء اللي كيخلي الريحه ديال العرق كتكثر في هذه المناطق؟ بالفعل. حيت هنا وشنو ولا عندنا؟ ولا عندنا الدهون والبكتيريا. يعني تعشق الدهون، يعني كتاكل الدهون وكتعيش من الدهون. اذا ملي كتلقى البكتيريا هاد الدهون هذه، او كتلقى هذا المجال المتوفر الملائم، كتمشي وكتاكل هاد الدهون، وكتولي هي كتفرز لنا واحد الغازات اللي هما كيعطيونا هذيك الرائحه اللي كتكون رائحه كتكون شويه كريهه. اذا ها حنا اليوم كنشرحوا معكم مباشره على اذاعتكم اصوات شنو اللي كيسبب الريحه ديال العرق. اكيد. انه ماشي غير العرق، ولكن شنو كاين في ديك المنطقه هو اللي كيخلي هذيك الريحه تكون. دكتور عماد، ملي كيتزاد الانسان كيكون طفل صغير ما كيكونش كيتعرق على مستوى طبعا هذه المناطق اللي كتولي فيها روائح كريهه، حتى كيوصل الانسان لسن البلوغ. واول حاجه يعني من العلامات الاولى ديال البلوغ كتبدا داك الريحه، الريحه مجهده. بالفعل. لان علاش؟ لان كيوليو الهرمونات كيشتغلوا بطريقه طبيعيه ديالهم. لي زوستروجين يعني الهرمونات الانثويه عند الفتيات، والذكور كتولي عندهم لي تيستوستيرون. هاد التغيرات ديال الهرمونات كيعطينا تغيرات، كذلك حتى الطريقه ديال الدوره الدمويه ديالنا كتعطينا تغيرات في التركيبه الدمويه ديالنا، اللي كتمشي مباشره علاش كتاثر؟ كتاثر على المناطق الحساسه فوق الجلد، اللي هي هاد النقاط او هاد الغدد العرقيه كتولي كتفرز لنا التعرق. نعم. بواحد الطريقه عشوائيه وكبيره، وهي اللي كتعطينا هاد الرائحه هاد. اليوم كنشوفوا انه كثير من الماركات والعلامات التجاريه العالميه اللي كتخصص مبالغ وميزانيات كبيره للاشهار المزيلات العرق او لي ديودوغون او كل المواد اللي هي المعطره. فاليوم بغينا نعرفوا من عندكم مستمعاتنا شنو هي الطريقه اللي كديري الاله باش كتحيدي الريحه ديال العرق. واش كتمسحي بالريحه مباشره؟ واش عندك ان ديودوغون مزيل العرق؟ واش عندك وصفه طبيعيه اللي كتحضريها او كتشريها وهي اللي كتستعملي لازاله العرق؟ بالنسبه للمراه، واش كاين مراحل في حياتها اللي فيها هاد
التعرق كيتزاد دكتور عماد. اكيد اكيد، خاصه كنعرفوا ان السيدات عندهم رحله هرمونيه كل فتره ديال يعني كدوز في الحياه ديالها، وهي كتكون تغيرات الهرمونات، وحنا عاد هضرنا عليها ان كيكون تغيرات الهرمونيه دائما تغيرات هرمونيه تساوي اضطرابات في التعرق واضطرابات في الافرازات ديال التعرق. غير هو مساله واحده خصنا نشيروا لها، ان كاين بعض الامراض اللي كيعطيونا هذه الافرازات المفرطه ديال. حنا غنوصلوا للامراض، شنو هي المراحل اللي فيها المراه كتقدر تولي كتعرق؟ مراحل من حياتها اللي نهضرتي على الهرمونات. احنا هضرنا على المرحله الاولى هي مرحله البلوغ، وكذلك المرحله الاخرانيه اللي هي المرحله ملي كتجي يعني كتبدا تمشي الدوره الشهريه، كيمكن تجينا هذا المشكل ديال التعرق. وفي بعض الحالات كاين التوتر العصبي حتى هو كيمكن يعطينا ارتفاع ديال التعرق. وكاين بعض السيدات اللي في المرحله اللي كتقرب لهم الدوره الشهريه ديالهم كترتفع هذه القيمه ديال التعرق، وكلها عندها علاقه بالهرمونات والهرمونات الانثويه. شنو هي الامراض اللي كيقدر يخبيها التعرق، وخاصة إذا كان تعرق كثير عند الإنسان، باش ممكن يكون تصاب كمرض؟ أكيد فما يسمى بالبيريدغوز، فهذا يعني الإفراز المفرط ديال العرق، فكيمكن تكون الغدة الدرقية كتعطينا هذا المشكل هذا، كيمكن يكون داء السكري، وهنا العرق كتولي غادية فيه الريحة، واحد الريحة كتسمى دلاسيتون، كتولي واحد الرائحة ديالو خاصة. الاطباء هما اللي كيعرفوا هذا التعرق هذا. ولا ملي كيكون عندنا مشكل ديال الكيلي، ان الكيلي ما كيكونوش كيشتغلوا بواحد الطريقه طبيعيه، فهي كيمكن تعطينا هذا الارتفاع ديال التعرق في الجسم ديالنا. وكاين مساله اخرى هو ما كيكونش التعرق، اذا التعرق نهائيا ما كيكونش، واخا الانسان كيتحرك وكيمشي ما كيكونش عنده التعرق، فهنا كيقدر يكون عندنا مشكل على مستوى الرئتين. فكاين جوج ديال يعني ديال العروقه اللي كيعطيونا واحد السويله خاصه للتعرق، إذا كان فيهم مشكل فالعرق ما كيبقاش كيتفرز نهائيا واخا الانسان كيتحرك. وهذه مساله اللي هي صعيبه وخطيره، وضروري كيخصنا زياره الطبيب، لان هذه المساله كيمكن تتطور في يعني في شي حاجه. الناس اللي كيكونوا يعني بالعكس ما كيتعرقوش، نعم، مثلا رجليهم ناشفين بزاف، او الابطين ناشفين بزاف، او اليدين ناشفين بزاف، كيظهروا ايضا عندهم امراض جلديه. اكيد اكيد، لان احنا كما هضرنا ان الترطيب ضروري للداس ديالنا، وكتكون ارتفاع درجه الحراره. في الامراض الجلديه كاين الصدفيه، كاين الكزيما اللي كتجي من هذا المشكل، كاين التعفنات ديال الفطريات، لان مادام ما كنهضروش على البشره رطبه او ايدغاتي كما كنقولوا حنايا يعني ميها، فشنو كيوقع؟ كيوقع عندنا تعفنات، ان كتولي سهل باش يدخلوا الفطريات او الميكروبات لهاد التشققات، وكتعطينا مضاعفات على المستوى ديال الجلده ديالنا. يعني عموما غنفهموا اليوم انه الانسان اللي كيتعرق هو راه غيكون بصحه جيده. اكيد اكيد، لانه العرق هو فيه الصحه ديال الجلد. بالفعل، والجسم محتاج بحال الا يحيد عليه، يلوح عليه، او يتخلص من دوك الشوائب ولا من دوك السموم. اكيد، وهنا نوع هذا من الافراز اللي محتاج له الجسم باش يكون بصحه جيده. غادي ناخذ طبعا اسئلتكم وناخذ ايضا شهاداتكم. معنا خديجه، اهلا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. الله يبارك فيك، شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج هذا. الله يبارك فيك، المشاركه معكم اليوم لاول مره. مرحبا مرحبا، ونهار كبير. الله يكبر بك، انا الله يخليك. تفضلي خديجه، شنو سؤالك؟ سؤالي هو انه انا عندي بحال واحد الحساسيه تحت الايطاين ديالي، دونك اشاك فوا كندير فاتي ديودورون مع المده كتبقى تجيني شكه ويقدر ينضي حتى المسيس. صافي ابخي حيدت كاع لي ديودورون كاملين، وليت كندير غير الشباب وحيدتها، ابخي حتى يولد كدير لي شويه الشكه. ودابا كندير واحد الوصفه اللي هي طبيعيه هكا، ولكن ما عرفتش واش راها ايفيكاس ولا هي ما دارت لي لا حكا لا شي حاجه. واخا نتقاسموها معك اختي. مرحبا. اي فوالا، دونك كندير فيها واحد المعلقه هكا صغيره ديال الشبه، كندير معاها معلقه ديال الرز مطحون، معلقه ديال مايزينا. ما نذكروش الماركه، نعم دقيقه دوره. ايه جو ميكسكيز، ناشط دوره. وكندير واحد شويه ديال اي طالك هكا يكون ريحته زوينه هكا عندي، وكنخلطهم شي كريم مثلا عندي ايدغاتون. نعم، هذه اللي كنستعمل. بغيت نشوف نتصل مع الدكتور واش هاد الوصفه هادي مزيانه. وهادي كي كتكولي كتحصلي على كريمه؟ وي اون بات هكا كريمه. اون بات، وشحال من مره كتستعمليها خديجه؟ باردون ما سمعتكش. شحال من مره كتستعمليها؟ اون فوا باغ جور. كديرها كل نهار؟ مرة في اليوم. فوالا، كان بعد ما كنضف بالصابون وكنشف كنديرها، كنصبوا هذا الخدمة ولا هذا كنديرها. نعم، سؤالك مهم خديجة. دكتور عماد، أشنو تقول مباشرة على أصوات؟ أكيد، فأنا كنشكر الأخت خديجة لأن سولتنا السؤال هذا.
غير هو هنا هاد البوماده كيمكن تشكل لك خطر، لان حنا هضرنا على الشبه هضرنا عليها شحال من مره، انها من المواد هي راه ماشي ماده طبيعيه، هي ماده كيميائيه. الى دخلات المسام ديالنا ودخلات عبر خاصه المسام اللي كتكون تحت الابط كيمكن تسبب لنا مشاكل، وخاصه انت عندك حساسيه، انت شتي ملي كديري ديودورون ولا كديري شي ماده اللي ما هيش، شنو كيوقع لك؟ كيخرج لك دوك الوليسيسات الصغار تحت الابط ديالك. فهذه مساله خصك تردي لها البال، ان الجسم ديالك حساس وان الهرمونات ديالك حساسه. فهاد الوصفه انا ما كنصحكش بها. علاش؟ اولا كاين الشبه اللي هي عباره على ملح، هي عباره على ديزوكسالات ديال الكالسيوم لانها ماده كيميائيه. هذه واحد. الا درتي الرز مطحون فهو كينشف لك هذيك البلاصه، ما كتبقاش عندنا الرطوبه اللي كنهضروا عليها في الاول، حيت الرطوبه ضروريه للحفاظ على صحه تحت الابط. عفوا، كنزيدوا لها النشا، النشا كيزيد ينشف هاد المنطقه وكيحيد منها الماء، اذا ما كتبقاش عندك المرونه في تحت الابط ديالك، ومع المده غتولي فيها واحد الكحوليه مرضيه، يعني غتولي واحد الكحوليه كبيره. زائد ان الكريم اللي غتخلطيها مع هاد المكونات، الكريم اللي كتكون فيها مواد حافظه، كتكون فيها الفازلين، كتكون فيها اللانولين، هادو كلهم مواد الا تخلطوا مع الشبه او مع مواد كيميائيه اخرى كيعطيونا مركبات سامه اللي غتدخل لك للدم ديالك. فانا ما كنصحكش بهاد الوصفات هادو. نعطيك انا وصفه بسيطه، مثلا خدي زيت الكاليبتوس، زيت الكاليبتوس تاخديها بوحدها، تاخدي منها شويه ودهنيها تحت الابط ديالك، فهي سريعه الامتصاص، مضاده للبكتيريا والطفيليات، وغتحيد لك هاد الرائحه هادي. تفهمنا؟ والشبه نبغيك انت والاخوات كاع اللي كيسمعوا لينا يتجنبوها نهائيا، لانها عطات اعراض جانبيه لبزاف ديال يعني ديال السيدات، واللي الخطوره ديالها كبيره، وخاصه على المستوى ديال يعني ديال الغدد اللمفاويه، على المستوى ديال الدم، وكاين لا قدر الله كيمكن تعطينا مضاعفات سرطانيه. بغيت نسول الدكتور على هذا التعرق اللي كنتعرق بزاف، انا كنتعرق بزاف لدرجه اني خاصني نبدل كل زعما كل لحظه خاصني الحوايج ديالي كيسردوا لي بزاف. نعم. ماشي من الكف، ماشي من هذه، على الطريق من الظهر، من الكاش، من كل شيء. واخا الدوره الشهريه قربت تمشي لك ولا؟ انا تقريبا في عمري 60 عام. فهذا هاد العلاقه ديال هاد التعرق هذا اللي كيكون مفرط، فهو علاقه هرمونيه. اذا ملي كتكون الدوره الشهريه كتمشي، ولا ملي كتكون كتقرب كتمشي، كيوقع هاد المشكل هذا ديال ارتفاع درجه الحراره. فهنا المواد الطبيعيه بوحدها ما كتنفعش، هنا كيخص بعض المواد هرمونيه اللي كيعطيهم الطبيب، اللي كيتخادوا كيتوازنوا. علاش؟ باش كيحاولوا انهم يرجعوا ديك القيمه ديال الهرمونات اللي كتكون مشات او كتكون نقصات، وهنا كيمكن يوزنوا درجه الحراره. هذا من جهه اخرى، ماشي دائما يعني ملي كتمشي الدوره الشهريه ولا ملي كتقرب تمشي كيولي هذا المشكل، خصك تشوفي بالتحاليل. لا سيدي، راه قطعات لهاد الدوره الشهريه ياك لطيفه؟ مع ان سمح لي يا دكتور، مع ان ولادي تقريبا الولاد كيعرقوا بزاف حتى هما. نعم، هادشي اذا يعني بحال اللي كنقولوا حنا بالدارجه، عندكم الحمله سخونه، حملتكم سخونه، هذيك كنقولوها كعباره. نعم، كنشربوا الماء بزاف. مزيان. نعم. ولكن انت شحال هادي الوقت باش قطعات عليك العاده الشهريه؟ هو شنقول لك تقريبا هذه شي 15 عام. هذه 15 عام. اذا في هذه الحاله باش تطمئن لطيفه، شنو ننصحوها دير؟ خصها تمشي عند طبيب مختص في الغدد، يعني اندوكرينولوج، باش ديري التحاليل اختي وتعرفي شنو هو المشكل اللي عندك، ياك؟ لان حتى الغده الدرقيه ملي كيكون فيها خلل كيكون هذا الافراز المفرط ديال التعرق. ربما انا كنقول من ذاك الدواء اللي كنشرب ديال المصاصيف هما اللي. لا، ما عنده حتى شي علاقه. لا، ضروري خصك تشوفي الطبيب. شكرا دكتور. مرحبا. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا. مزيان اللي عيطتي لطيفه، والوقايه خير من العلاج. سير وتعرف ان شاء الله واش هذا التعرق اللي كثير ما كيخبيش شي مرض او شي اختلال اللي ممكن الانسان يعادله بالمتابعه وبالوقايه. الله يشافيك ان شاء الله. غادي نبقاو دائما معكم، غادي نمشيو الان لمراكش. معنا لطيفه من مراكش، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تحيه لكم الناس بمراكش دائما على اصوات. انا بغيت نسولك، راجلي تيعرق بزاف وداك العرق تيكون فيه الريحه، بغيت شي وصفه لي زعما نديرها ليه تكون طبيعيه وما ما يكونش فيها شي ضرر على الصحه ديالي. واخا التعرق كيكون عنده في الجسم ديالو كامل ولا غير تحت الابط؟ في الجسم كله وتحت البيطات ديالو بزاف. اي واخا، غادي ينفعك ان شاء الله، خليك في الاستماع
فكاين مواصفات لهاد الرائحه اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا من التعرق. حيت هو هاد المساله ديال التعرق ديال الرائحه اللي كتكون تحت الابط قلنا هي بكتيريا اللي كتاكل هذاك الدهون اللي كتكون عندنا في تحت الابط ديالنا، وهي اللي كيمكن تعطينا هاد المشكل هذا ديال الرائحه الكريهه. فتقدر تكون المناعه هابطه، تقدر تكون مساله وراثيه ان دوك الافرازات الدهنيه اللي كتكون عندهم تحت الابط ديالهم كتكون كثيره، وهكا باش كتكثر البكتيريا وكتعطينا هاد الرائحه هذه. عفوا، فخليك في الاستماع ان شاء الله، فغادي نعطي وصفه لمحاربة هاد الرائحة الكريهة اللي كتكون تحت الإبط. بغيت غير نسقسي على الأم ديالي. عندها ملي كتشقايدة ولا تتحرك كلها كتعرق غير نص زوجها، يعني هي كتشوف العرق غير في نص زوجها، يعني نصف واحد اللي كاين، يعني الجهة أخرى نشفة والجهة أخرى كتعرق من الجبهة من تحت الأنف في خطوط، ما فهمناش علاش. وعندها واحد كانت عملت واحد الفيديو في كونترول عادي، وجبرت أن عندها بحال غير كيلو وحده اللي خدامه، وقالت كتعمل في لي راديو والو كيقولوا لها ما كتبانش، يمكن قالوا لها عندك شي عيب خلقي. قلنا يمكن ما عرفناش دابا علاش كيعمل هذا التعرق غير نص، وشحال من عام هذا زعما ماشي عاد. واخا كتجي النهجه شنو كتسخف كتجي النهجه؟ لا عادي على عكس نشيطه وعادي وصحيح تبارك الله. واخا، والكلاوي شكون اللي قال لكم بان راه يقدر يكون المشكل ديال الكلاوي؟ غير حنايا في الدار نصف مع هي كانت كتصوم ومنعوها ولا ما تصومش اثنين وخميس ومنعوها ولات كتخاف، يعني حتى هذا العرق ولات كتقول لنا يمكن حتى هو من الكلاوي كي اللي ما خدامه زعما كتعرق، المهم كعارف ما بغات تخلعنا معاها وصافي. قالت لي الكلاوي ما كتبانش، يعني عملنا الزهر اللي راديو باش نعرفوا غير شنو كاين، كيقولوا لها واش تجي عندك خدامه وهي اخرى يمكن عيب خلقي من الاول ما كانش عندك. نعم انا متفق معك. هو دابا المشكل ان في التعرق اللي عند الام ديالك على المستوى ديال الوجه ديالها غير في واحد المنطقه في الوجه ماشي شي حاجه كتدعي للقلق، لان التعرق اللي كيكون خطير يعني اللي خصنا كيدعي للقلق هو الجسم ديالنا كله كيولي كيقطر، يدينا كيوليو كيقطروا، الرجلين، الداس ديالنا، الجسم ديالنا، بحال الاخت اللي اتصلت بينا قالت لنا انها كتبدل الحوايج حتى جوج المرات في اليوم، فهنا ملي كيكون هذا التعرق بحال هكا هنا كيولي كيشكل خطر. اما على مستوى ديال البشره، فالبشره الا كانت غير البشره مثلا ما كانتش عندها واحد العنايه خاصه ديالها، البشره ما محافظاش على ديك المرونه ديالها، البشره ما فيهاش ديك المسام ديالها ما خدامينش مزيان، غير البشره غير مثلا الا كانت ناشفه في بعض المناطق كيمكن يوقع لنا هذا المشكل هذا ديال التعرق. ولكن هذا نركزوا عليها مزيان انت وجميع الاخوات اللي كيسمعوا لنا، ان التعرق فوقاش كيولي خطير اننا ملي كنوليو كنتعرقوا بواحد الصفه كبيره في الداس ديالنا كامله، كيولي الافراز كثير، ولا مثلا في بعض المناطق كتولي يعني داكشي كيقطر كما كنقولوا، ما واخا الانسان كينشف واخا الانسان كيدوش العرق كيبقى ما كيحبش. فهنا هذه المساله اللي تخليكم انكم تقلقوا. بالنسبه للام ديالك فهي تحاول تستعمل مثلا خل التفاح، اذا خل التفاح الطبيعي كنهضر على خل التفاح الطبيعي، تاخذ منه يعني شويه ديرو في القطن ودهن به البشره ديالها، تخليه واحد المده ديال 5 ديال الدقائق فقط، وتعاود تغسل وجهها هذه العمليه ديالها في الليل وداوم عليها يوميا، وغادي يعاونها باش يولي ينقص ليها هاد الافرازات المفرطه ديال التعرق في الوجه ديالها. من العوامل كذلك اللي كتعطينا هاد التعرق المفرط، خاصه هذه غير فين غنلاحظوها عند البنات والوليدات اللي كيكونوا كيدوزوا الامتحانات، كاين واحد النوع اللي كيكون كيتعرق ملي كتجي داك لو ستريس ديال الامتحان كيولي عنده واحد التعرق مفرط. فالتوتر العصبي من الاسباب كذلك اللي كيمكن يعطينا هذا الارتفاع ديال التعرق. بالنسبه للوليد ديال 8 سنين فكما قلنا هو راه في مرحله راه غادي الهرمونات يعني كيتبدلوا وكيتغيروا على حسب السن ديالو، حتى هو غيجي هذا التعرق. الحركيه كذلك اللي كيتحرك غادي يجي التعرق، فالتعرق ديال الولد ديالك ماشي هو التعرق ديالك. اذا التعرق ديالك اولا العامل الهرموني يعني التغيرات الهرمونيه، علاش؟ لان العاده الشهريه مشات، زائد التوتر العصبي، هادو بجوج ديال الحوايج. فانا غادي نقترح عليك وصفه ليك ولجميع الاخوات اللي في هذه الفتره هذه اللي كتمشي عليهم العاده الشهريه وكيكون عندهم التوتر ولا كيرفع عليهم من هذه الدرجه ديال التعرق. فغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الباديان مطحون او اليانسون في المشرق، ولا يعني النافع الارضي او النجمه الارضيه. اذا معلقه صغيره ديال الباديان مطحون ومعلقه صغيره ديال النعناع الصوفي، غتزيدي عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وتشربيه
كل ليله انت وجميع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل هذا، وغادي يعاونك ان شاء الله باش ينقص هذا الحده هذه وهذا التوتر ديال الافراز التعرقي. وبالنسبه للابن ديالها اللي عنده 8 سنين، فالابن ديالها اللي عنده 8 سنين هنا غادي نلقاو فرصه باش نعطيوها كاع الاطفال اللي كيجيهم التعرق، فغادي نعطيهم واحد الحمام. واللي سمعنا كيتعرقوا من يديهم من رجليهم اكيد، فحنا غنعطيهم حمام يعني من بعد ما يغسلوا ليهم يشللوا لهم بهذا المحلول هذا. شنو غايديروا فيه؟ غياخذوا فيه 10 ديال الوريقات ديال اللويزه ومعلقه كبيره ديال البابونج. اذا لافيربين ماده مهمه في توازن درجه الحراره ديال الجسم وكتنقص لنا من الافرازات ديال العرق. والبابونج كذلك غادي نشوفوا حتى في الوصفه اللي غتجي للكبار مهم جدا، اللي فيه الكامازولين وفيه كذلك مضادات ارتفاع درجه الحراره. اذا 10 ديال الوريقات ديال الويزه، معلقه كبيره ديال البابونج، كنزيدوا عليهم جوج كيسان كبار ديال الماء، كنحطهم فوق العافيه حتى كيغلاو مزيان، كنصفيو هذا المحلول هذا في واحد القريعه وكنسدو عليها في الثلاجه. كنوليو كناخذوا نص كاس صغير من هذا المحلول كنزيدوه في واحد الطويصه ديال الماء اللي كيكون سخون، كنخلطوه معها. من بعد ما كنغسلوا الاطفال ديالنا كنخويو عليهم هذا المحلول هذا، يعني كيشلوا به، كيجلسوا واحد 3 ديال الدقائق، ومن بعد عاد باش كيمكننا نشفوا ليهم. وهذه العمليه كنستعملوها لهم على الاقل واحد جوج المرات في الاسبوع، وان شاء الله كيعاونهم فاش كيوزنهم هذا المشكل ديال التعرق. وحنا غادي مازال نعطيو معاك دكتور عماد مباشره في حصتنا اليوم. قلنا مزيل العرق يعني ديودورون ناتوريل طبيعي وامن. غادي نهضروا مازال على الطلق واستعمال الطلق في البيطان. غادي نهضروا ايضا على التغذيه، شنو هي المواد اللي لكلها الانسان كترفع من ريحه العرق، وشنو هي المواد اللي بالعكس كتساعد. محضر الوصفات مضمونه وامنه، وشنو هي الوصفه الاولى ضد العرق. وهنا غنهضروا على العرق البريطان يعني ريحه العرق. اكيد البيطان والاماكن الخاصه كذلك، يعني اللي كتكون فيها هذه الرائحه هذه. فالوصفه ديالنا غناخذوا فيها 5 ديال المعالق كبار ديال البابونج اللي هضرنا عليه. غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الملحه الحيه، ماشي الملحه العاديه ولكن الملحه الحيه. الدور ديال الملحه الحيه هنا كمضاد للطفيليات، وكيرفع كترفع لينا المفعول ديال الكامازولين اللي هضرنا عليه، الماده اللي عندنا في البابونج 10 ديال المرات، وكتحافظ لينا كذلك حتى على المحلول ديالنا باش كيبقى اكثر. يعني غادي المحلول هذا غيبقى لنا حتى ل 15 يوم في الثلاجه. الطريقه ديال التحضير ديالو نعاود، 5 ديال المعالق كبار ديال البابونج، كنزيدوا عليهم معلقه صغيره ديال الملحه الحيه. غير بشويه دكتور عماد كتزرب، الله يجازيك بخير. مرحبا بكل فرح. اذا 5 ديال المعالق كبار ديال البابونج، ازهار البابونج، معلقه صغيره ديال الملحه الحيه، وكنزيدوا عليهم نص سيترو ديال الماء مغلي، نخليوه 8 ديال السوايع. نصفيو هذا المحلول هذا في واحد القريعه اللي كنديروها في الثلاجه. هذا المحلول كنوليو كندهنوا به تحت الابط ديالنا والاماكن الخاصه اللي كتكون فيها هذه الرائحه هذه، وكنخليوها حتى كتنشف. كنديروها في الصباح وكنديروها في الليل، يعني جوج المرات في اليوم، وكنداوموا عليه دائما. المحلول ديالنا قلنا 15 يوم كنبدلوه، ولكن ضروري دائما ديروه في الثلاجه باش تبقاو محافظين عليه. اكيد المحلول من تخرج من ديروه في القطن تخليه شويه يدفى على اساس الا كان بارد، ولكن في الثلاجه كيبقى لنا 15 يوم. وهذا الاستعمال هذا تحت الابط قلنا وفي الاماكن الخاصه. علاش؟ كل يوم اكيد لان هذا كينشف لنا الافرازات ديال العرق، وكينقص لنا من الافرازات المفرطه ديال الدهون اللي هي السبب في ظهور البكتيريا. ملي كنقولوا مره في اليوم هذا المحلول هذا يدهنوا الانسان، شحال في الصباح في الليل شنو الاحسن؟ حنا غادي قلنا غنديروه في الصباح ونديروه في الليل، يعني جوج المرات في اليوم، ونداوموا عليه دائما. نعم. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي عندنا ديال التعرق ديال القدمين، وهذا واحد المشكل اللي شائع جدا. علاش؟ الحركيه، وان المنطقه كتكون هي اللي اكثر عرضه للافرازات ديال العرق. وكنعرفوا انه كثير من الناس اللي كيتشكاو من الريحه ديال الرجلين حيت كيعرقوا كثير. بالفعل، وحنا غنصايبوا واحد الرشاشه، واحد المحلول ديال الرش اللي غيكون سهل وبسيط بالمكونات اللي عندنا في البيت ديالنا. اذا غناخذوا معلقه كبيره ديال الخزامه، غناخذوا معلقه كبيره ديال الفليو لا مونت بوليو، ومعلقه كبيره ديال اليازير. اذا عندنا اليازير وفليولا غوماغين ولا بولياجين، هادو جوج ديال المواد مهمه جدا مضاده للفطريات وكذلك منعشه، يعني كتعطينا واحد الانتعاش في الاقدام ديالنا وكنحسوا بالراحه. معلقه كبيره ديال الخزامه، ومعلقه كبيره ديال الفليو، ومعلقه كبيره ديال اليازير، كنغليوهم في نص سيترو ديال الماء. هنا غادي نحطوهم ونخويو عليهم السيترو ديال الماء ونغليوهم فوق العافيه تيغلاو مزيان،
من بعد كنطفيو عليهم حتى كيبردوا، كنصفيو هذا الخليط كنديروه فواحد القريعه اللي فيها الرشاشه. اكيد ديك القريعه عاوتاني كنحطوها في الثلاجه باش كتوالى، لكن هنا المده الصلاحيه ديالها 10 ايام. اذا 10 ايام كنعاودوا نبدلوا هذاك المحلول. طريقه بسيطه، ان في الصباح قبل ما كنلبسوا يعني الصباط ديالنا كنرشوا على الاقدام على الارجل ديالنا حتى كتنشف هذا المحلول. يعني ماشي الرجل وهي مازال فاسقه، دي الانسان يلبس قشر حتى تيبس، تكون ناشفه كنرشوا واحد شويه هو دغيا كيبس، ومن بعد ديك الساعه نلبسوا الحذاء ديالنا ما كاينش مشكل، وكنستعملوه يوميا وما كنقطعوش. الناس اللي عندهم مشكل ديال العرق ديال الرجلين، شنو هي النوعيه ديال التقاشر اللي خاصهم يستعملوا احسن؟ اكيد اختي سناء، فعندنا التقاشر دائما خص يكونوا قطن، سواء بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل ديال التعرق المفرط، ولا الناس كذلك اللي كتكون عندهم الحساسيه، والناس اللي كيشتغلوا بزاف يعني كيوقفوا بزاف وكيتحركوا بزاف، ضروري يكونوا ديال القطن، لان القطن سريع الامتصاص ديال التعرق. هذا المحلول اللي صوبنا دكتور عماد واش الانسان يديرو حتى في وسط الصباط، وشنو هي المواد الطبيعيه او الحيل اللي مزيانه كتحيد الريحه من الصبابط؟ فما كاينش ما احسن من الفرشي اللي هو اللحاء ديال الشجره البلوط، راه موجود في المعشابات. هذاك الفرشي في الليل كناخذو شويه كندردروه في الاحذيه ديالنا وكنخليوه ليله كامله، فهو كيمص الرطوبه، لان كنعرفوا الشجر البلوط فين كيكون في مناطق رطبه. ثانيا انه مضاد للطفيليات، وكذلك انه كيساعد باش ما كتبقاش البكتيريا كتكاثر في هذاك المجال. كاين ايضا واحد الحيله سهله، هو الانسان ياخذ كيس ديال الشاي الاسود، اتاي نيغرو يعني اتاي الاسود لو تي نوار، اللي منين كيتستعملوا كياخذ داك الكيس وكيتحط في وسط الصبابط، هذا حتى هو كيمتص الريحه وكيحيد ديك الروائح الكريهه. اكيد فليطانا او ليطانا اللي هما مكونات اللي عندنا في الشاي كتعتبر من مضادات الطفيليات من الدرجه الاولى، والشاي في حد ذاته كيمص الرطوبه. نعم، غادي نشوفوا الوصفه الثالثه معك الدكتور عماد. اكيد، وهذه وصفه اللي غتكون سهله وبسيطه، وغنصايبوا مضاد تعرق طبيعي يعني اللي يمكننا نصايبوه في البيت ديالنا واللي ما فيهش اعراض جانبيه. هذا غيكون على شكل اش؟ كريمه ولا بودره؟ غتكون كريمه. اذا هنا غنصوبوا ديودوغون ناتوريل او مزيل العرق طبيعي وامن. شنو التركيبه ديالو؟ اكيد، فغادي نستعملوا فيه الروح ديال البرتقال، ليسونسييل ديال فلور دورونج، روح البرتقال راه موجود. اذا غناخذوا 10 ديال النقطات ديال الروح ديال البرتقال، كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال زيت الكاليبتوس حتى هو متوفر وموجود، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال زيت الكوكو عفوا، اللي غتكون هي القاعده الطبيعيه اللي غنديروها في كريمه. اذا غناخذوا الزيت الطبيعيه ديال الكوك، ثلاثه ديال المعالق كبار، معلقه زيت كبيره ديال الكاليبتوس هذه طبيعيه، اكيد معلقه كبيره، والروح او الزيت الاساسيه ديال البرتقال، اكيد لويل اسونسييل فلور دورونج 10 ديال النقيطات. هاد المكونات كاملين غادي نخلطهم في حمام بريم تيتخلطوا مزيان، خليهم يبردوا، وهذيك الكريم اللي كنحصلوا عليها غنستعملوها بحال مزيل عرق اللي كنستعملوا دائما. واخا تسمح لي دكتور عماد، انا عندي واحد السؤال باسم المستمعات. انا شخصيا يضايقني ندير زيت في الابط ديالي، لانه الزيت تقدر تخلي لي لاطراس في الملابس. فهنا غتكون زيت الكوكو اللي هي كتولي شكل كريمه، اذا هذه كتيبس. كتيبس كتولي كريم، فكناخذوها شويه منها وكندهنوها كتكون سريعه الامتصاص. وهذه دابا منين كيدهنها الانسان كتمتصها البشره. أكيد. يعني ما غاديش تخلي الطبايع، الا ما تبقاش الزيت، لان هنا غادي نديرو كريم. حنا استعملنا هي واخا زيت الكوكو، ولكن زيت الكوكو كتجمد كتولي كريمه. غادي نرجع معاك المواد اللي كتستعمل عاده يعني بشكل ربما عفوي. نعم. واللي انها معروفه كتحيد العرق. الناس اللي كيستعملوا الطالك. نعم. الطالك سهل رخيص متوفر في اي بلاصه. شحال الناس اللي كيديروا الطالك هو اللي كيديروا في البيطان باش ينقصوا من العرق، واش الطالك صحي او لا؟ فبالنسبه للسيدات انا ما كنصحش بزاف يستعملوا يعني الطالك، خاصه بعض الانواع اللي كتكون مركزه فيها يعني المعادن الثقيله. اذن الا بغينا نستعملوا الطالك فكاينين الطالكات اللي كيتستعملوا دابا في الصيدليات، وشي في الصيدليات اللي كيكونوا ناقصين منهم هذه المواد، ولكن الاستعمال اليومي فانا ما كنصحش به، خاصه تحت الابط. باقي ملي كنستعملوا الطالك للاطفال في المناطق اللي كتكون لتحت ماشي مشكل، ولكن تحت الابط مباشره مع الغدد اللمفاويه ومع على اتصال مباشره بالغدد ما كنصحش. نشرحوا هذه المساله باش نزيدوا نوضحوها دكتور عماد. دابا الناس ما كيتصوروش كيفاش من البيطان غيوصل هذا الشيء للغدد. اكيد. شنو العلاقه؟ العلاقه هو ان الغدد كتواجد في هذه المناطق هذه عبر يعني كاين قنوات خاصه اللي كتوصل، زائد ان منطقه تحت الابط سريعه الامتصاص،
بحال الشكل الجلده ديال الشعر اللي هضرنا عليها، ان ملي كنديروا هذه المواد كتمشي مع المسام كطيح في الدوره الدمويه وكتمشي لنا لهاد الغدد هذه. الغدد اللي فين كاينه؟ اللي هي اكيد كتكون لتحت يعني تحت يعني تحت الابط ديالنا وكتمشي يعني على 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 سيروره التدي ديال. وبالنسبه للمراه الخطوره انه قريبه من التدي ديالها. بالفعل بالفعل. فبالتالي تقدر تاثر. وسمعنا السيدات اللي قال لك ظهروا لهم الولاسس. ظهر الولاسس وزائد هذا الشيء ان المراه كما كنقولوا هي تكون هرموني. نعم الولاسس الى ظهروا تحت البيطان هادو معنيته شنو؟ المسام ديال البشره كيكونوا تشدوا. كيكونوا تشدوا او كتكون الافرازات ديال هاد الغدد هادي ولات اكثر من القياس ديالها، فهذا الشيء كيعطينا هاد الانتفاخ هذا. نعم هضرنا اذا على الطالك ما تستعملوش من تحت البيطان، هذه هي الخلاصه. اكيد الالومنيوم. بالنسبه للطالك اللي كيتستعمل ضد العرق ديال الرجلين واش مزيان؟ ماشي مشكل، الارجل ما عندناش مشكل فيهم لان الجلده كتكون سميكه وما غاديش يكون امتصاص. تكلمنا قبيله على الشبه وكاين واحد المنتوج اللي هو قديم في المغرب كيتستعمل اللي هو التوتيه. التوتيه فهي تاهي عباره على ملح كبريتي، تاهي ماده كيميائيه اللي تاهي خصنا نتجنبوها. باغ كونت يعني على غرار ان المسك اللي كيتخلط في هاد في هاد التركيبه ممكن نديروا المسك، فالمسك بوحدو الا درناه كبودره ودهناه فغادي يكون احسن وما غاديش يعطينا اعراض جانبيه. شنو هي المواد اللي في الاكل يعني لك لها الانسان كترفع من الريحه العرق؟ اكيد اول هي المواد اللي كتسرع الدوره الدمويه، فاولها على الراس ديالها هي الحلبه لان فيها لاتريغونيل كتسرع لنا الدوره الدمويه. المواد اللي كتكون فيها المركبات الكبريتيه عندنا الثومه عندنا البصله حتى هي كذلك من المواد اللي كتسرع علينا هذا التعرق. والمساخن يعني كاع اللي فيها قاع قلاب سيبيسا راس الحانوت القرفاف هذو كلهم امور اللي كتسرع علينا الدوره الدمويه وكتعطينا هذا التعرق، فمن الاحسن اننا نستعملوها بواحد القيمه اللي كتكون قليله شويه. نعم بالنسبه للسيدات اللي سولونا على رجالهم عندهم مشكل تعرق، هذه الكريمه اللي قلنا أكيد. فيها زيت البرتقال الروح الاساسيه. نعم. وزيت الكاليبتوس وزيت الكوكو هذه هي غادي تسولي ان شاء الله مزيله للعرق. دكتور عماد عندي ايضا سؤال اخير، شنو هي المواد اللي الانسان اللي ريحت يعني العرق ديالو مجهده ياكلها من الاحسن؟ نعم مواد طبيعيه دائما. المواد الطبيعيه اللي كتكون عندهم رائحه فهي كنمشيو دائما المواد اللي كتكون خضراء، نمشيو للقزبور نمشيو للمعدنوس نمشيو للوبيا الخضراء، فهاد لاكلوروفيل كذلك ولا زيوكسانتين جوج ديال المواد كيبطلوا لينا داك المفعول ديال هاد الافرازات الدهنيه اللي كتكون بحال هكا كارهه. خل التفاح علاش مزيان يتستعمل تحت البيطان؟ واش كيحيد ريحه العرق؟ فخل التفاح لانه كيتعتبر مضاد للطفيل البكتيريات ماشي كورونا باش ما نقولوش خل التفاح يعني باش نركزوا على هذه المساله، مضاد للميكروبات ولكن خاصه للبكتيريا هي اللي كتعطينا التعرق، فلما كندهنوه تحت الاب ديالنا كيقتل لينا ديك البكتيريا وما كتبقاش افراز الغاز. شنو هي احسن طريقه لاستعمال الخل ديال التفاح تحت البيطان؟ فخل التفاح يكون غير طبيعي 100%، فكيف كنا ندهنوه ناخذوا شويه في القطن وندهنوه تحت الابط ديالنا فهو ما غاديش يضر لينا الابط ديالنا. مره شحال نديروه في الليل؟ من الاحسن نديروه في الليل لان حتى الصباح كيمكن يعطينا هذيك الرائحه ديال الحموضه في تحت الابط ديالنا. اذا في الليل شحال من مره في الاسبوع؟ يوميا يمكننا نستعملوه. ولكن الريحه راه مجهده. اكيد نديروه في واحد المده ديال يوميا مده ديال الشهر باش يمكننا نقتلوا هاد البكتيريا اللي كتكون عندنا تحت الابط. حسنا كتسولني انها كتستعمل الحامض تحت البيطان ديالها وكيزول ريحه العرق، واش مزيان الحامض؟ فالحامض كما قلنا دائما انه كيعطينا التهابات الا استعملناه، كيحيد لنا ديك البشره اللي كتكون كتعطينا الوقايه وياثر لينا على المسام، فمن الاحسن اننا نتجنبوه. اذا الخل الابيض او الحامض يتفاداهم الانسان. اكيد وخل التفاح الطبيعي هو اللي يمكننا نستعملوه تحت الابط ديالنا. كنشكرك كثير دكتور عماد على كل الوصفات والنصائح اللي قدمتي لنا. كنتمنى على